زار فريق من التوجيه المعنوي بمحور تعز معسكر العفا التابع للواء الرابع مشاه جبلي في منطقة الأصابح بمديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز. واطلع فريق التوجيه على الروح القتالية المعنوية والمعنوية لرجال الجيش الوطني والتجهيزات العامة في اللواء. كما زار فريق التوجيه عددا من مواقع العزة والشرف التي يرابط فيها أبطال اللواء الرابع في نطاق مسرح عمليات اللواء، وكذا عددا من النقاط والمواقع التابعة للواء 35 مدرع جنوب تعز. وتأتي زيارة فريق التوجيه في إطار النزول الميداني إلى الجبهات والمواقع وتلمس الهموم والاحتياجات والجاهزية القتالية والمعنوية للألوية والوحدات العسكرية بمحور تعز. في إطار الزيارات التي يقوم بها التوجيه المعنوي في قيادة محور تعز إلى الأبطال في الجبهات المرابطين في مختلف المواقع، وأيضا النزول الميداني إلى الألوية العسكرية التابعة لقيادة محور تعز، قام التوجيه المعنوي اليوم بزيارة إلى اللواء الرابع مشاة جبلي وإلى المعسكر التدريبي في الأصابح وأيضا موقع الجاهلي وإلى النقاط التابعة للواء والمواقع، موقع الشرف، موقع المناورة، موقع القحام وغيرها من المواقع، التبة الخضراء وغيرها من المواقع في الأحكوم حيفان التي تشهد أيضا القوات اللواء الرابع مشاة جبلي يقوم في هذه الأثناء بمعارك شرسة في بعض جبهات اللواء في مواقع مختلفة في مديرية حيفان. لا ننسى هنا أن أوجه كلمة شكر للأبطال في الخمس حماري آسية الذي يغطوا في أكثر من موقع، وهنا وجدنا أيضا أحد أطقم الحمار الرئاسية اللواء الخامس وهو يغطي لموقع الجاهلي إلى ويشتبك مع العدو في هذا